على الحاجه اللي هنعرضها بعد كده، انتوا ما كنتوش تعرفوا بعض اصلا يعني، انتوا اللي جمعتوا العالم الافتراضي هو اللي جمعنا. الانترنت هو اللي جمعنا. الانترنت اول مره اتقابلتوا كان امتى وفين؟ كان في منتدى اسمه منتدى سماعي. لا اتقابلتوا بقى فعليا؟ في البيت فعليا بعدها طبعا. يعني فتره اتعرفنا على بعض على النت الاول كان في 2007 تقريبا. بتسموا يعني انتوا اصدقاء السماعي ولا بتسموا نفسكم ايه يعني الشله دي تسموها؟ احنا بقينا مجموعه، اصل في سماعي كميه ناس كبيره جدا. فاحنا في مجموعه كده، مثلا احنا 10 مثلا نلتقي مثلا every now and then كده ونقعد نسمع ندردش ونطمن على بعض. اجيب اسطوانه مثلا نادره او وقعت في اسطوانه نادره مثلا روحت جبتها فنقول لهم تيجي نسمع. تلاقي الاسطوانه النادره دي فين بقى يا دكتور؟ والله حضرتك بقت مقاسي دلوقتي الواحد عشان يجيب اسطوانه. ممكن الواحد يسافر اسيوط عشان تروح تشتري اسطوانه مثلا. بتبقى حاجات غاليه يعني ولا في غالي وفي رخيص يعني؟ مره جاب اسطوانه ب 3000 جنيه عشان اسمعها. في اسطوانه مثلا الاسطوانه الواحده ب 3000 جنيه ب 5000 جنيه، وفي اسطوانه ب 50 60 جنيه. انت تقيم بقى. ما هو على حسب درجه النظره. لا ما هو اللي بيبيع برضه فاهم، مش انا لوحدي اللي بقيم يعني، هو اللي بيبيع فاهم عارف ان دي حاجه مش موجوده. يعني لما تلاقي مثلا اغنيه لعبد الوهاب عمر ما حد سمع عليها او اغنيه لعبد الوهاب مثلا بلحن غير اللي احنا معتادين عليه. كلنا طبعا نعرف الاطلال وابراهيم ناجي، اغنيه بالذات اشهر مقطع هو هل رأى الحب سكارى مثلنا. خلينا نسمع المقطع اللي احنا عارفينه وسمعناه، حتى لو اللي مش حافظه فينا سمعوا، وبعدين نشوف اطلال تانية. هذه المجموعة من عشاق السمع هيطلعوه لنا من وسط المخزون. ده لحن السنباطي اللي محفور في الذاكره المعروف. اول مره بعرف منكو انه في هي الاطلال بنفس الكلام ده متلحنه لحن تاني وبرده اتغنت بس بطريقه تانية قبليها وقبلها كمان. قبليها قبل ما اكثر من 10 سنين يعني قبل الاطلال المعروفه. قبل اطلال ام كلثوم كان ست نجات علي غنتها بلحن محمد فوزي، الاستاذ العبقري محمد فوزي. بس احنا لو كنتوا هتسمعوها دلوقتي ما تحكمش دلوقتي، لانك لو حكمت دلوقتي ودنك واخده على اطلال ام كلثوم فهتقول دي وحشه قوي، ده ايه ده نشاز. ده اسمعها بعد شويه، اسمعها مره واثنين وثلاثه وبقول لي. طب خلينا نشوف الاطلال من الحان محمد فوزي وبصوت نجات علي. بس اتغنت قبل ما ام كلثوم تغنيها، قلنا بيجي 10 سنين اكتر من 10 سنين. هل رأى الحب سكارى مثلنا، كم بنينا من خيال حولنا ومشينا
وانت بنا بعد ما زال الرحيق وافقنا ليت ان لا نضيق وانت بنا بعد ما زال الرحيق وافقنا ليت ان لا نفيق يقظه طالت باحلام الترى وتولى الليل والليل صديق يقظه طالت باحلام الترى وتولى فإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحلام كل في طريق كل في طريق. ولقيتوها فين دي؟ احنا بنسمع اللي بيدور اللي بيدور يا ممكن تشتري. طب حضرتك هتزعل مني بقى. ايوه انا اولا بعشق محمد فوزي. اه بس لا طبعا, طبعاً لا لا يقول على الصنباطي. ما احنا انت قلنا اول لحظه ما تسمعيش. اسمعي بقى لما تروحي البيت بقى مرتين ثلاثه كده. انا بقولش ان دي احسن بتاع الصنباطي بس بقول ان دي بديعه جدا رائعه برضه. احنا دي برضه جميله. حضرتك عندك كام جرامافون؟ عندي حوالي يجي 20 22 واحد. اتخيل انك بتحبهم زي ما تحب ولادك مثلا. جدا. انا وقت اشتري جرامافون وابقى مثلا بدور عليه بقى لي مده الماركه دي والشكل ده ابيته جنبي على السرير يطبطب عليه. انا مش عايز وانا راجل كبير كده يعني مش وانا صغير من زمان لا وانا كبير كده يعني يعني دي حاجه اصلها يعني احنا خلاص الواحد كبر يعني خلاص ربنا وانا بعمل ده لوحدي يعني انا اولادي شباب زيكم كده ويمكن اكبر منكم طبعا بالنسبه لهم الكلام ده يعني لا انا عايز اقول لكم ان احنا عشان نقنع يعني. دكتور محمد الباز ان احنا هنجيب يعني جهازين او ثلاثه جرامافون عندنا يعني وقلنا له احنا في كل الاحوال حريصين جدا على املاك ضيوفنا بس كنا بنحاول نطمنه ان احنا هننقلها بشكل امن واوعى تقلق وهنجيب ناس متخصصه كل حاجه يعني تحس ان هو الان لدرجه انه كان نفسه كتبنا يعني بوليس التامين حضرتك فعلا مره رحت دار الوثائق عشان تساعد في انا عندي تجربه سيئه جدا هناك ايه بقى يعني انا دخلت لقيت عندهم كنز من الاسطوانات كنز واول ما دخلت انا يعني لقيت اللي هي رئيسه قسم الموسيقى وانا رايح بورقه رسمي من رئيس هيئه الكتاب مش هقول اسامي يعني ده كان قريب ولا من كذا سنه الكلام ده من حوالي 4-5 سنين هتلاقيهم كلهم رأسابه المناصب خلاص فانا رحت فهي قالت لي قالت انت عايز تتفرج عليا قلت لها عايز اشوف الاسطوانات عشان انا هجيب جهاز صغير زي ده كده ومحول واعمل الاسطوانات دي انا هنحولها لديجيتال يعني فدخلنا لقيت كنز قدامي فتحت الاسطوانه قالت لي عايز تتفرج على ثلاثه وريني يوسف المنيلاوي فتحت الدرج بتاع يوسف المنيلاوي قامت سحبه الاسطوانه الاولانيه فيه طلعت اسطوانه بروفا نادره انا لما اجيب اسطوانه بروفا يعني انا عندي نادره جدا 3-4 آلاف اسطوانه عندي حوالي 10 اسطوانات بروفا بس بروفا دي يعني المطرب بيعملها وبعدين بيجرب يسمعها للحبايب يعني دي اقيم من الحاجات دي اكثر ندره يعني ممكن ما تتعملش ما تتوزع على مجموعه صغيره فطلعت في الاسطوانه لقيتها انا اول ما شفتها الاسطوانه في منيلاوي ولقيتها بروفا انذهلت بعدين كانت مشروخه كده الشرخ ده احنا بنعالجه هي قامت صاحبه الاسطوانه قالت لي ده اتشرخت قامت رمياها كده على كوم اسطوانات قد الدايره اللي احنا قاعدين فيها دي قلت لها ايه ده؟ قالت لي بايظه ف
طبعا ما انا عايز اكمل الشغلانه. انت قلبك اتكسر. قلبي اتكسر بالظبط طبعا. يعني انا الاسطوانه ديت الاسطوانه دي حجر لما بتقع بتتفشفش. انا لما بتقع اسطوانه حتى لو عندي منها واحده تانية بزعل جدا لان ما عادش فيه تاني خلاص. ف هما كنت بروح كل يوم خميس اللي هو اللي ما بروحش فيه الكليه. كنت بروح يوم الخميس واروح من الساعه 9 اقعد هناك. هم قلت لهم انتوا ميعادكم للساعه كام؟ قالوا لي احنا ميعادنا للساعه 5. قلت لهم هقعد لتلاتة لاربعة واجيب لهم المشاريع حتى الفوطه اللي بنضف بيها الاسطوانات جبتها وبس ضايقوني مضايقه. وبعدين راحوا قالوا للدكتور اللي هو انا كنت جاي هو صديقي اصلا دكتور شريف شاهين ربنا يديله الصحه. راحوا قالوا له ده الدكتور محمد بياخد سيديهات معاه وهو ماشي. قلت لهم انتوا عندكم سيديهات؟ انتوا عندكم سيديهات عشان انا اخدها وانا ماشي؟ ده السيديهات بتاعتي ده انا بجيبها نسجل عليها عشان نصلح الكلام. قعدوا طبعا هو القعاد من 9 الصبح للساعه 3 لان هم طبعا ما بيمشوش 3 ولا 4 ولا 5 بيمشوا 12 ماشي. هو انت عزبتهم قعدتي دي ما جننتهم اساسا. قعدت 4 5 اسابيع هناك. قلت للدكتور شريف قلت له خد السيديهات عليها الحاجات اللي احنا نقلناها هي ونشوف حد غيره. يعني حاجه بتقول ان دار الوثائق عندنا فيها اسطوانات في كنز اسطوانات بس عندهم 4000 اسطوانه. ليه كانت هو قانون اللي بيطلع اسطوانه زي الكتاب بيطلع لازم تودي دار الكتب نسخه. فهو ده نفس الشيء اللي كان لشركات الاسطوانات لازم تدي نسخه من من لا ده قانون قانون. فالكتاب بتروح نسخه لدار الكتب. فالاسطوانه كانت لازم موجوده. لا متخزنين كويس مش بطال بس كويس يعني يطلع منهم حاجات كويسه قوي يعني كتخزين متأرشفين وكده. متأرشفين ومعمول لهم كتاب كويس قوي عندهم. انت كان امنيتك انه يتعملهم ديجيتايزنج او يتقمنوا الناس تسمعهم. انا عايز اسمعهم ده. انا بصارع الزمن عشان اللي عندي الناس تسمعه اللي انا املكه. ده صحيح بالظبط. بصارع الزمن عشان تسمعه ومش ملاحق. يعني انت هتسمعنا ايه يا دكتور محمد؟ واسطوانه جبتها منين وكده؟ احكي لنا تاريخ الموضوع. هنسمع دي اغنيه اسمها سهرته منه الليالي الاستاذ محمد عبد الوهاب. دي يعني دي الاغنيه الوحيده اللي كتبها له حسين شوقي ابن احمد شوقي الوحيده اللي كتبها له. ايه ده هو احمد شوقي كان له ابن شاعر؟ ابن اسمه حسين. لا بس هو عمل الاغنيه دي بس. عمل الاغنيه دي بس كتبها له. والاغنيه ديت اللحن بتاعها زي ما انتوا هتشوفوا كده هو حتى كاتب بين قوسين سهرته منه الليالي وبين قوسين تانجو. دي سنة 33 على فكرة. سنة من 33 يعني زي لما يجي كده لما يجي ملحن مشهور يحاول يجامل مطرب فيقوم ملحن لابنه مثلا. يعني أيوه هو كان بيجامل احمد شوقي وبيغني لابنه. بيغني لابنه. فشوفي هنسمع بقى هو يعني اكثر من ممكن بس اقراها بعد اذن حضرتك. انا عمري ما مسكت. يعني ايه حجر؟ ما هي حجر الماتيريال حجرية. قطعة من فيلم دموع الحب مطرب الملوك الأستاذ محمد عبد الوهاب. سهرت منه الليالي تانجو. ممنوع إذاعة هذه الإسطوانة بالراديو. بالضبط كده. طيب احنا مش في الراديو دلوقتي. التلفزيون. راديو فون. اتفضل يا فندم. بسم الله. من اجمل التانجوهات اللي اتعملت بصراحه وسبق عصرها بكتير. يعني 33 سنه كام؟ 33 33 الاستاذ محمد عبد الوهاب. بالحب قلبي
يطوف بالحب قلبي فراشة لا تبالي لا تبالي لا تبالي الحب فيه بقائي الحب فيه ثوالي الحب فيه بقائي الحب فيه ثوالي قلب بغير غرام جسم لنوح النالي. في احلى من كده كلام ولا لا؟ مفيش احلى من كده سمع يعني. الحقيقه انا بشكركم ان انتوا شاركتونا في جلستكم الغير متسع. يعني انتوا بتعملوا حاجه او بتحبوا تسمعوا بروقان بعيد عن الذين لا يقدرون ما تسمعون. فكون انتوا سمحتوا لنا بمشاركتكم في الجلسه دي انا بشكركم عليها او ننقلها تبقى تلفزيونيه كمان. بحيي كل اللي في منتدى سماعي الناس اللي مش بس بتسمع وبتجتهد وبتزود شغل بعض. شكرا جزيلا على الحضور وعلى الجراموفون وعلى الاغاني. شكرا.